الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى المجلس 13 من المدونة الهررية، أحكام دم النساء. قال الشيخ رحمه الله: المرأة المستحاضة التي كانت تتوضأ وتصلي دون سد المخرج قبل الوضوء والصلاة تعيد الصلاة. وقال: بالإجماع أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. في الحاشية: ونقل النووي هذا في المجموع عن المحاملي، واعترض على ذلك وأطال وحكى في ذلك 5 مذاهب في أنه أقل من 15 يوما. وحكى ابن حزم في المحلى أنه لا مخالف في الصحابة في أن أقل الطهر 15 يوما. وقال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري وعند جمهور الفقهاء أقل الطهر 15 يوما، وهو قول أصحابنا، وبه قال الثوري والشافعي. وقال ابن المنذر: ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه فيما نعلم. وفي المهذب: لا أعرف فيه خلافا. وقال المحاملي: أقل الطهر 15 يوما بالإجماع، ونحوه في التهذيب. قال القاضي أبو الطيب: أجمع الناس على أن أقل الطهر 15 يوما. قال الشيخ رحمه الله: إن نزل من المرأة شيء شهدت القوابل أنه أصل آدمي وخرج دم عقبه فهو نفاس. في الحاشية: أي من فرجها من أقصى الرحم. وقال الشيخ: إذا ولدت المرأة من طريق شق البطن لا يلزمها غسل حتى لو كان الشق من تحت السرة، وإن خرج دم عقب ذلك يكون نفاسا. وسئل: إذا أخرج الولد من بطن الأم وليس من الفرج هل تكون نفساء إذا خرج منها الدم؟ قال الشيخ: نعم، إن ظهرت فيه صورة أصل خلقة آدمي. وسئل عن امرأة رأت شيئا قريبا من الأصفر فاحتارت، ماذا تعتبره؟ قال الشيخ: تعتبره حيضا. وسئل: هل هناك قول بأن أكثر الحيض 7 أيام؟ قال الشيخ: لا يوجد. وقال: لا يشترط للمرأة الحائض أن تدخل القطنة في فرجها لتتأكد أن الدم انقطع. وقال: الدم النازل في حال الطلق ليس حيضا ولا نفاسا، هذا مثل البول. سئل الشيخ: ما الحكمة من تحريم جماع الحائض؟ قال رحمه الله: لأنه يزيد المرأة أذى، لأن الحيض نفسه أذى، ومن ذلك أنه قد يسبب مرضا من الأمراض لهما أو لأحدهما، ويتسبب منه اختلاف لون الولد عن لون أبويه، ثم يتسبب عن ذلك اتهام المرأة بأنها ضاجعت غير حديدها. أما الأول فقد قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وأما الثاني فهو معلوم من كلام بعض الأطباء في ذلك. امرأة شكت بين يومين في أي يوم بدأها الحيض، قال الشيخ: تأخذ باليقين. وقال: التي تتوقع أنه لا بد أن يحصل لها الحيض خلال شهر رمضان لا يجوز لها أن تنوي صوم شهر رمضان كله، أما التي لا تتوقع يجوز لها. سئل: امرأة تعرف من نفسها أن دم الحيض ينقطع بالليل وتريد النوم، هل لها أن تنوي صوم اليوم التالي والدم نازل لأنها تعتقد أنه سينقطع قبل الفجر؟ قال الشيخ: تنوي. وسئل: امرأة حائض وتعرف أنها تطهر قبل الفجر فنوت الصيام في الليل بعد انقطاع الدم، هل يصح صيامها مع العلم أنها لا تستيقظ إلا بعد الفجر وقد انقطع الدم؟ قال: صح صيامها في الفرض والنفل. وقال: إذا امرأة طاهر أتاها الحيض في النهار وكانت صائمة، إذا ظنته حيضا لكونه أتى في وقته على حسب عادتها،
فيجوز لها أن تأكل قبل الغروب ويجوز أن تمسك في الحاشية، لكن ليس على نية الصوم. قال الشيخ: إن رأت المرأة دما في صفة دم الحيض في غير عادتها تفطر ولو قبل مضي 24 ساعة، حكم ذلك حكم الدم الذي ينزل في عادتها. امرأة استيقظت بعد الفجر والدم منقطع وعلى الخرقة أثر دم قديم جامد، اعتقدت أنه خرج قبل الفجر وانقطع. قال الشيخ: لها أن تأخذ بظاهر الحال وتنوي الصوم قبل الظهر على مذهب أبي حنيفة. امرأة نامت وهي حائض واستيقظت بعد الفجر ودم الحيض منقطع. قال الشيخ: لا تصوم ذلك اليوم، لا يكون صومه أي صوم ذلك اليوم مجزئا، لكن احتياطا تكف عن الأكل، وإن أكلت كان جائزا. قال الشيخ: إذا رأت الدم ساعة وكانت صائمة فأكلت أثناء نزول الدم لأنها ظنته حيضا، ليس عليها معصية. قال الشيخ: من رأت دما في نهار رمضان ولو كان في عادتها إن أمسكت حتى تعرف أنه حيض خير لها. وسئل: امرأة نامت وقت الصيام ورأت الدم بعد المغرب، قال الشيخ: لا يثبت عليها قضاء الصيام. وسئل: امرأة انقطع عنها دم الحيض وقت العشاء فنوت الصيام ونامت، قامت صباحا فوجدت أنه نزل منها دم ولا تدري متى نزل، فماذا يعتبر صومها؟ قال الشيخ: حكمها حكم الحائض في ظاهر الأمر. وسئل: إذا بلغت البنت بالحيض أثناء نهار رمضان ما حكم هذا اليوم؟ قال الشيخ: لا يلزمها القضاء. وسئل: إذا انقطع الدم لعادة المرأة فصامت ثم نزل قليل من الدم، قال الشيخ: إن نزل نقطا على قول لا يعد هذا تتمة الحيض، إنما هو دم فساد ليس له حكم الحيض، وعلى مذهب الشافعي يعد حيضا كالذي سبق، يجوز العمل بقول من قال إنه دم فساد. سألت الشيخ رحمه الله عن امرأة انقطع عنها دم الحيض فاغتسلت ثم طافت، بعد الطواف رجع الدم. قال رحمه الله: لم يصح عند الشافعي، ويصح طوافها عند مالك إن كان في الحج أو العمرة. قال الشيخ: علي يقول: إذا انتهى حيض المرأة لعادتها ثم نزل منها نقطة أو نقطتان أو نقطتان لا تلحق هذا بالحيض، لو كانت ثلاث نقط أربع نقط، لو كانت ثلاث نقط أربع نقط نزل شيء قليل ما كان على خلاف العادة لا يعتبر حيضا. في الحاشية قال الإمام أبو بكر بن المنذر في الأوسط ما نصه، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل القطرة من الرعاف فإنما ذلك رقضة من رقضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي. قال الشيخ: عند مالك الحائض تستعمل دواء فينقطع الدم فتطوف، ثم لو عاد الدم بعد ذلك لا يؤثر على صحة طوافها. امرأة رأت دم الحيض وكانت في الحج ثم انقطع فاغتسلت وطافت، ثم رأت الدم بعد الطواف وذلك ضمن 15 يوما، قال الشيخ: صح طوافها، هذا يختلف عن حكم الصلاة والصيام. وسئل أيضا: امرأة جاءها دم الحيض ثم انقطع فاغتسلت ثم طافت طواف الإفاضة وبعد عودتها للبلد رجع الدم وكان ضمن 15 يوما، قال الشيخ: صح حجها. وسئل: هل يصح عند الحنفية لو طافت المرأة وهي حائض بعد سد المخرج؟ قال الشيخ: هم قالوا مع الإثم والفدية يصح طوافها،
ولكن نحن لا نعتقده. في الحاشية قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ما نصه: ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف، لقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت بسرف: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأفاد أن طوافها حرام، وهو من وجهين: دخولها المسجد وترك واجب الطهارة، فإن الطهارة واجبة في الطواف، فلا يحل لها أن تطوف حتى تطهر، فإن طافت كانت عصية مستحقة لعقاب الله ولزمها الإعادة، فإن لم تعد كان عليها بدنة وتم حجها. امرأة اغتسلت بعد دم الحيض وصلت إمامة بالنساء، بعد الصلاة رجع الدم. قال الشيخ: هذه لا يلزمها أن تخبر النساء اللاتي صلين خلفها صحت صلاتهن. وسئل الشيخ: إذا استيقظت المرأة بعد خروج الفجر ووجدت دم الحيض نازلا وكانت نامت على طهر، هل تقضي الصبح؟ قال الشيخ: تقول حيضها الآن بدأ والصبح فاتها وهي على طهر، تقضيه. أما إن اعتقدت أن الدم نزل وقت الصبح فلا يلزمها القضاء. وسئل: امرأة انقطع عنها دم الحيض وقت الظهر، اغتسلت وصلت، ثم وقت العصر رأت مشحة دم فاغتسلت، هل تقضي الظهر؟ قال الشيخ: تقضي الظهر، لأنها تجمع على العصر في السفر، وتبين لها أنها لما صلتها كانت في حكم الحيض. وسئل: امرأة وضعت لولبا وكانت عادتها 8 أيام، فرأت الدم بعد وضع اللولب 12 يوما، قال الشيخ: هذا كله حيض. وقال: من كان يأتيها دم 8 أيام ثم وضعت لولبا فصار يأتيها الدم 15 يوما وأكثر، في الأيام 8 الأولى كان يأتيها قويا وبعد ذلك يأتيها خفيفا، فهذه على أحد القولين للأئمة تعتبر الدم الثقيل الحيضة والخفيف ليس حيضة، بشرط أن يستمر الضعيف 15 يوما على التوالي، فعندئذ يحكم على 8 بالحيض وعلى ما بعده بأنه استحاضة. وعلى القول الآخر في الشهر الأول إن جاوز الدم 15 يوما تقول: ما زاد على عادتي فهو استحاضة، وتقضي ما زاد على عادتها من صيام وصلاة. ثم في الشهر الثاني بمجرد مجاوزة الدم لعادتها تعتبر ما زاد على عادتها استحاضة، فإن كان دم الاستحاضة مستمرا كل اليوم فعلى قول تغتسل بنية استباحة الصلاة لكل صلاة، وعلى قول تغتسل كل يوم مرة من الظهر إلى الظهر. امرأة وضعت شيئا لمنع الحمل فصارت ترى مشحة من الدم بعد عادتها، قال الشيخ: هذا حيض، لو كان جرحا لاستمر، ما كان من أقصى الرحم فهو حيض. وسئل رحمه الله عن امرأة توضأت وصلت ركعتي التوبة لتأخذ الطريقة من الشيخ، ثم قيل لها غدا فجاءها الحيض، قال الشيخ: تؤجل إلى حين الطهر. قيل للشيخ: ولو أخذت دواء فتوقف الحيض، قال الشيخ: يصح لو أخذت الطريقة ولو رجع الدم بعد ذلك. امرأة طرأ عليها الحيض ولا تدري هل طرأ ضمن أقل الطهر أم بعده، والآن أتاها الحيض بعد 4 أيام، فمتى تحسب نهاية الحيض؟ قال الشيخ رحمه الله: تنظر فيه معتبرة إلى أقل الحيض وأكثره، حتى إذا لم ينقص عن أقله تعتبره حيضا، وكذلك إذا لم يتجاوز أكثره تعتبره حيضا، وليس عليها أن تعمل بالشك.
سئل: امرأة بعد الحيض رأت نقاء من الدم ثم رأت دما لمدة 12 يوما وشكت، هل أتمت 15 يوما من الطهر بين الدمين؟ قال الشيخ: تعود لعادتها. سئل: امرأة رأت الدم أكثر من 15 يوما فحسبت ما زاد على عادتها استحاضة، وفي الشهر الثاني اغتسلت بعد قدر العادة فانقطع الدم في اليوم الرابع عشر ثم لم يعد إلى آخر الشهر. قال الشيخ: ليس عليها أن تقضي وتعيد الغسل. وسئل: امرأة انقطع دم حيضها فاغتسلت ثم أحست بنزول شيء فلم تنظر ورمت الخرقة دون أن تنظر إليها. قال الشيخ: ما لم تعتقده حيضا ليس عليها معصية. وسئل امرأة عملت فحص بول ودم في المختبرات فقيل لها أنت حامل ثم رأت دما فماذا تعتبره؟ قال الشيخ: تعتبره حيضا، الحامل تحيض، أي إن استمر قدر يوم وليلة، وهذا الفحص يظن أنها حامل من نتيجته ليس يقينا. قال الشيخ: إن رأت الحامل دما يكون حيضا على القول الراجح في مذهب الشافعي، أي إن استمر يوما وليلة. سئل من كان فاتتها صلوات بسبب انقطاع الحيض وهي لا تعلم متى كان ينقطع، هل في العصر أم في العشاء؟ قال الشيخ: تصلي الأربع في الحاشية، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الكل قضاء. وإن شكت في عدد الأيام يلزمها الأقل. وسئل امرأة ولدت مرة ثانية ونزل الدم 60 يوما وزاد ولم تذكر أول مرة ولدت، هل نزل 47 يوما أم 48 يوما؟ قال الشيخ: القدر المتيقن وهو 47 تعتبره نفاسا وما زاد استحاضة. قيل للشيخ: ما زال الدم متواصلا والآن صار مدة نزوله 90 يوما فمتى تعتبره حيضا؟ قال الشيخ: لا، هذا استحاضة حتى ينقطع ولو يوما واحدا، ثم إذا نزل بعد ذلك واستمر تعتبره حيضا. سئل الشيخ عن امرأة نامت الساعة 10 ليلا ودم الحيض نازل واستيقظت بعد شروق الشمس والدم منقطع، قال الشيخ: لا يجب عليها قضاء شيء في الحاشية، لأنها تحكم الآن بانقطاعه. وسئل أيضا امرأة نامت وهي حائض واستيقظت صباحا بعد خروج الفجر ووجدت دم الحيض منقطعا، ماذا بالنسبة للفجر؟ قال رحمه الله: لا يجب عليها القضاء لكن يستحب. وسئل الشيخ عن امرأة أتاها دم 7 أيام وهي كانت عادتها 5 أيام ثم انقطع الدم 11 يوما ثم نزل الدم 30 يوما واستمر نازلا، قال الشيخ: تعتبر قدر عادتها حيضا، ثم بعد حساب شهر من ابتداء الحيض الأول إن كان الدم نازلا تحسب قدر عادتها حيضا وما زاد استحاضة. امرأة جاءها دم الحيض 7 أيام ثم انقطع 13 يوما ثم نزل 7 أيام أو 8، ما حكم الدم الجديد؟ قال الشيخ رحمه الله: إن كانت عادتها 7 أيام فهذه 7 التي هي عادتها القديمة حيض، وما سواه ليس حيضا، تقضي إن لم تكن صلت تقضي ما بعد ذلك كله، وهذا الدم الذي بعد 7 استحاضة. سئل امرأة شكت هل انتهى حيضها 2 أم 3، قال الشيخ: إن أرادت الاحتياط تأخذ بال2. سئل: لو كانت المرأة ترى دم الحيض وقتا ووقتا لو أدخلت القطنة يظهر، قال الشيخ: هذا اتصال، لو كان الدم يجري دائما كنا هلكنا.
سئل الشيخ عن امرأة أتاها دم الحيض ثم انقطع بعد 7 أيام لعادتها، ثم نزل الدم بعد ذلك وتجاوز 15 يوما وانقطع، هل يكفيها ذلك الغسل؟ قال الشيخ: هذا الجديد استحاضة، يكفيها ذلك الغسل. سئل امرأة قالت إنها ترى دم الحيض 8 أو 9 أيام ثم لا ترى الدم 13 يوما ثم ترى دما في صفة دم الحيض، قال الشيخ: ارجعي إلى عادتك القديمة لما كنت ترين كل شهر 5 أو 7 ثم بقية الشهر اعتبريه طهرا، ثم الشهر الثاني هكذا، ثم الشهر الثالث هكذا. قالت: لا أعرف عن نفسي عادة إلا ما ذكرته. قال رحمه الله: من كل شهر يوم وليلة حيضك، وما سوى ذلك استحاضة. قال الشيخ: الدليل على قول الفقهاء يحرم الاستمتاع بما بين سرة الزوجة وركبتها في حال الحيض بلا حائل، حديث رواه أبو داود وغيره في الحاشية في سنن أبي داود عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. سئل امرأة كانت في اليوم 14 من الحيض فأصابها إسهال فلم تعد تعرف الذي ينزل منها، هل هو بسبب الإسهال أم الحيض؟ قال الشيخ رحمه الله: تعتبره حيضا. سئل امرأة رأت الحيض 24 ساعة ثم انقطع لمدة 4 أيام ثم عاد واستمر 16 يوما، قال رحمه الله: مستحاضة، تعود إلى عادتها القديمة. سئل إن استمر الدم متواصلا بعد نفاس استمر 60 يوما، بعد كم من الوقت إذا بقي الدم مستمرا تعتبر هذا الدم حيضا؟ قال الشيخ: إن وجد فاصل ولو كان قصيرا يكون حيضا. سئل: هل يلزم الحائض في آخر الحيض أن تنظر كل ساعة لتتأكد من نقائها؟ قال: لا يجب أن تفتش كل ساعة، الحيض له علامات، عندما يكون موجودا النساء يحسسن بحرقة في الفرج، الأبيض الذي مثل الجبسين علامة انتهاء الحيض. قال الشيخ رحمه الله: إذا حصل الظن للمرأة أن دم الحيض انقطع يكفي ذلك، لا يلزمها أن تفتش كل ساعة، الجفوف أو رؤية هذا الأبيض يكفي. قبل الولادة بيوم أو أقل ترى المرأة سائلا يميل إلى الصفرة يسمى ماء الرأس، فما حكمه بالنسبة للصلاة؟ قال الشيخ رحمه الله: إن كان أصفر فاستمر أقل مدة الحيض قبل الولادة فهو حيض على قول في الحاشية، أما على القول بأن الحامل لا تحيض فلا يكون حيضا وإن استمر أقل مدة الحيض، وإلا فإن كان نزل أقل من يوم وليلة فهو مثل البول، أي لا حيض ولا نفاس.